تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عنا في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة في دبي. اليوم عنا في التنسيق إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. ويسعدني أن اليوم يشاركني في التقديم زميلتي آمنة آل علي. صباح الخير آمنة. أهلا فيك دكتورة، وأنا أسعد. صباح النور والسرور. ومعاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بأرقام التواصل معنا 6005514144، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين الأعزاء، نذكركم أن هيئة الصحة وفرت لقاح فايزر بايونتك ضد كوفيد-19، هو متوفر مجاني في المراكز الصحية التابعة لهيئتنا، وإحنا دائما يعني نركز في البداية على الفئات المستهدفة اللي هم كبار المواطنين والمقيمين اللي فوق عمر 60 سنة، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وأيضا نركز على خط دفاعنا الأول واللي يشتغلون في المهن الحساسة والحيوية. مستمعين الأعزاء، التطعيم أمان واطمئنان. في هاي الحلقة راح نتداول آخر الأخبار والدراسات العالمية، بتكون معانا أسماء الجناحي بتعطينا آخر أخبار وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم راح نتحدث عن قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد، وبعد راح نتحدث عن فئة كبار السن وكيف نهتم فيهم، إلى جانب بيكون حديثنا اليوم عن الشاي الأخضر. وأول خبر بتقول لنا يا آمنة، شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ دكتورة اليوم خبرنا الصراحة جميل، يقول لا تمارس الرياضة أثناء الإصابة بنزلة برد. وطبعا حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد، نظرا لأن ضعف الجهاز المناعي أثناء الإصابة بنزلة برد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب. وطبعا أوضح المركز أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في ضيق التنفس وآلام بالصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإنهاك والغثيان. وطبعا عند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب القلب فورا، ولتجنب هذا الخطر لا يجوز ممارسة الرياضة إلا بعد شفاء التام من نزلة البرد الشديدة، أي بعد مدة تتراوح بين 7 أو 10 أيام، ومع مراعاة ممارسة الرياضة باعتدال ورفع مستوى الشدة تدريجيا بعد العودة لممارستها. وطبعا دكتورة دراستنا اليوم دراسة يعني ما كنا نعرف عنها قبل، يعني الإنسان المصاب بنزلة برد، تقول هاي الدراسة أن المفروض أنه ما يمارس النشاط الرياضي. طبعا هذا الشيء معروف آمنة، أن إذا أنت كنت تعاني من أي إجهاد أو مريض، يعني سواء كانت نزلة برد أو غيرها، أنك ما تجهد نفسك وتسمح لجسمك أنه يتعافى ويتجاوز هذا المرض، بعدين يعني الرياضة إحنا لاحقين عليها، خلى الجسم يتعافى في البداية وبعدين تقدرون تمارسون اللي تفضلونه من الرياضات.
وهذا كان خبرنا لليوم. بعدين ننتقل الحين لأسم الجناحي وتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل متابعي دعت مرتبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسمة؟ من أكثر التغريدات اللي كان عليها تفاعل يوم أمس وهي تغريدة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقول فيها: تفقدت اليوم عددا من مراكز تطعيم كورونا في دبي، ونحن ملتزمون بتسخير كافة الإمكانيات واتخاذ كل الخطوات التي تساعد في السيطرة على هذه الجائحة وتأمين سلامة مجتمعنا، ونشيد بتكامل الجهود بين الجهات المحلية والاتحادية وعملها كفريق واحد لتجاوز هذه المرحلة. أيضا ذكر سموه في حسابه على تويتر: نشكر جميع الذين بادروا للحصول على هذا اللقاح المتوفر في 120 مركزا في مختلف مناطق دبي، وندعو أفراد المجتمع للحصول على هذا اللقاح تم توفيره بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. هي من ضمن الأشياء اللي يعني التغريدات الرئيسية اللي كانت أمس. أيضا هيئة الصحة يعني سبحت أمس خلال 72 ساعة تم إنشاء مركز جديد للتطعيم في مركز وان سنترال بطاقة استيعابية تصل 4000 شخص يوميا. نحن نحب بس نأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي الخاصة بالتطعيم لازم يكون في موعد مسبق، وحاليا مركز وان سنترال يوفر خدمة تطعيم لخط الدفاع الأول في الوقت الحالي، لكن إن شاء الله قريبا راح ينفتح للجميع. لكن حاليا المركز يقوم بعمل تطعيم لخط الدفاع الأول من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي أمس من حساب مستشفى الجليلة للأطفال، وهو حصول يعني نشكر هيئة الصحة بدبي على جهودها للتصدي لهذه الجائحة، ونقدر حملة التطعيمات الموسعة تقودها الهيئة، ونشكر أبطال خط الدفاع الأول لمواصلة العمل بكل كفاية مكافحة هذا الوباء. تلقى الدكتور عبد الله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بإضافة إلى الطاقم الطبي والتمريضي أول جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 كجزء من حملة هيئة الصحة للتطعيم المجاني لمكافحة فيروس كوفيد. نحن بس نأكد للجميع أهمية أخذ المواعيد من خلال الرقم المجاني أو تطبيق هيئة الصحة، وأيضا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من مثل التباعد الجسدي، لبس الكمامة وغسل اليدين وتعقيمها بشكل يعني مستمر. لازم نحافظ على نظافة اليدين وعدم لمس العين والأنف والفم بدون ما تكون اليدين مغسولة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسمى الجناحي وعطتنا العديد من الأخبار الشيقة آمنة، يعني من ضمنها أن افتتاح مركز وان سنترال اللي له طاقة استيعابية تصل لأربعة آلاف شخص في اليوم، يعني هذا عدد جدا كبير لا يستهان فيه. حاليا مستهدفين خط الدفاع الأول مش فقط من الطاقم الطبي، ولكن خط دفاعنا الأول في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، وبعدين راح يكون في المرحلة الثانية راح يكون في فئات أخرى يستهدفونها. نعم طبعا دكتورة، نحن فخورين بهذا الإنجاز العظيم خلال هذه الفترة القصيرة، وهذا يدل طبعا على إقبال الناس ووعيهم بأهمية هذا اللقاح، أنهم استحدثوا مثل هذا المكان الكبير في 72 ساعة. دكتورة يعني إنجاز صراحة فخورين فيه، ونتمنى الاستمرار في هذا النجاح لهيئة الصحة في دبي، وطبعا مشكورين الطاقم اللي قام ببناء هذا المكان في هذه السرعة القياسية. يعني هذا مو بشيء جديد، يعني على هيئة الصحة أنها تفتتح مراكز في ساحات قليلة جدا، وطبعا يعني أكيد اللي اشتغلوا فيه اشتغلوا صبح وليل و24 ساعة عشان يفتتحون هذا المركز. وطبعا يعني جهودهم الطاقة الاستيعابية دكتورة طاقة كبيرة 4000 شخص، يعني المكان لا يستهان به بالضبط. يعني فكل الشكر لهم، وإن شاء الله يعني يخدم الهدف اللي احنا يعني نسعى له. وما أدري آمنة، أنت قررتي تطعمين ولا لا؟ دكتورة أنا من الفئات المستثناء، أمس أقول حق عبد الله أني من الفئات المستثناء، ولا كنت صراحة بأخذ اللقاح، ولكن أنا من ضمن الفئات المستثناء من أخذ اللقاح.
أنت من ضمن أنا أخذت جرعتي الأولى يعني كملت الحين فوق الأسبوع. شو دكتورة قولي لنا تجربتك بما أنك أخذتي اللقاح؟ يعني ما حسيت صراحة بأي شيء، يعني كل الإشاعات اللي كانوا يرمسون عنها يعني. دكتورة غريبة، حتى نمر أمس يقول لنا، يقول خذيت الإبرة ولا حسيت، يقول لها يا نمر لا تقول، يقول لا، يقول والله العظيم ما حسيت بإيد توني سأل نمر قلت له شو حسيت، فقال يعني وخزة خفيفة وخلاص يعني، وأنا بعد شي حسيت يعني ألم بسيط وطبيعي. طبعا مستمعينا مخرج البرنامج بعد خذ اللقاح، وطبعا الكثير من دكتورة من الفئات الحيوية عندنا في المجتمع بدأت بأخذ اللقاح، لأنها تعلم بأن اللقاح هو الوسيلة للعودة للحياة الآمنة وللحياة الطبيعية. طبعا طبعا أنا أنصح كل الفئات اللي تندرج تحت الفئات اللي ننصح فيها أنهم يأخذونه، ما يترددون، ما يسمعون للكلام اللي الكثير اللي يدور في وسائل التواصل الاجتماعي للإشاعات. بالعكس، التطعيم أمان وطمئنان، أنا أنصح الجميع أنهم يأخذونه. حتى لو ما كنتم من ضمن الفئات، أي حد فوق 18 سنة وما كان من ضمن الفئات المستثنى، أنا أنصح أنه يأخذ اللقاح. وطبعا دكتورة ما ننسى ذكر المستمعين مثل ما قالت أسماء الجناحي أن ضرورة أخذ موعد لتلقي لقاح كوفيد-19، لأن وصلتنا طبعا أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس تتحرن ممكن أنها تروح وتأخذ اللقاح على طول. لا، لتنظيم العملية يجب أخذ موعد من خلال طبعا دكتورة، سواء التطبيق DHA أو من خلال أرقام التواصل اللي هي 800-342. وهذا كانت هاي كانت فقرة التواصل الاجتماعي مستمعينا. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع قسم جراحة الأوعية الدموية. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا 6005514114، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يقدم قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد العديد من الخدمات المتميزة للمرضى من خلال نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة، وطبعا باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في هذا المجال. عشان يحدثنا شوي أكثر عن خدمات قسم الأوعية الدموية ودوالي الساقين بشكل خاص، يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد. صباح الخير دكتورة. صباح الورد والصحة والسعادة. دكتورة دينا، لو تحدثينا شوي عن خدمات القسم بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أعطي فرصة نبدأ بسيطة عن الأوعية الدموية. قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد مقرنا الرئيسي على مستوى هيئة الصحة بدبي. الأوعية الدموية تشمل باختصار أمراض الشرايين والأوردة اللي هي الدوالي والأوعية الليمفاوية. من أبرز الحالات التي تينا إلى مستشفى راشد مرضى امتداد الشرايين بكل درجاتهم وأنواعهم، بما فيهم القدم السكري الذي قد يؤدي إلى حدوث غرغرينة في القدم اللي هو يمكن المسمى المتعارف عليه عند الناس، ومرضى دوالي الساقين، ومرضى أمراض الجهاز الليمفاوي اللي هو داء الفيل، تورم القدمين والساقين. الخدمات اللي احنا نغطيها خدمات 24 ساعة 7 أيام في اليوم. احنا قسم مكون من 7 أطباء، أنا المرأة الوحيدة على مستوى الدولة في هذا المجال. جداً فخورين فيك دكتورة، جداً فخورين. ولي الفخر أني أنا وياكم، تسلمين. ويأتينا المرضى على الحوادث طبعاً، إذا هم الحالات الطارئة اللي هم انسداد الشرايين المفاجئ، يوم يكون في جلطة في الساق اللي نسمع فيها دائماً بين الناس إن هاي جلطة ونسد الدم ما يتدفق في الريد. المريض مباشرةً يشوف أخصائي الأوعية الدموية، يسوي له الفحوصات اللازمة. جميع الفحوصات متوفرة على مستوى هيئة الصحة، سواء في مستشفى دبي سواء في مستشفى راشد. ساعات احنا ينادونك مستشفى ثاني نروح نشوف المريض في مستشفى آخر، وحتى العمليات تجرى في ذات المستشفى، لأن
الخدمات متوفرة في كافة مستشفيات هيئة الصحة. حتى لو اضطر الأمر أن مريض عنده مشكلة في الأوعية الدموية في مستشفى لطيفة، رغم أنه هو مستشفى نساء وولادة، ولكن نعم الخدمات مغطية في جميع مستشفيات هيئة الصحة، حتى مستشفيات مستشفيات العيادات الخارجية يتصلون فينا ويحاولون المرضى على مستشفى راشد مثلا. المريض يخضع للأشعة، للألتراساوند، للموجات الصوتية، كل وسائل التشخيص متاحة ومتوفرة للجميع، جميع المقيمين وحتى خارج دبي. منها المريض تتحدد وسيلة العلاج، سواء العلاج الجراحي ولا سواء العلاج بالإبر بالنسبة لمريضات الدوالي. أن العمليات اليوم الواحد يجرى فيها عدد كبير من الحالات، وهذا طبعا خفف الضغط الكبير على الإقامة في المستشفى. تعرفين أن في ضغط كبير على الأسرة وعدد على حدد الحالات في الفترة الحالية اللي إحنا في جائحة كورونا. الله يعافينا ويعافي الجميع. فبالتالي العمليات اليوم الواحد إحنا نسهل للمريض أن يسوي العملية في نفس اليوم ويطلع، خاصة فيما يخص أمراض الدوالي الساقين. تحدثيني شوي عن دوالي الساقين دكتورة، هي المشكلة أحسها تعاني منها النساء أكثر من الرجال، ممكن نعرف مثلا شو أسباب هاي المشكلة؟ دوالي الساقين هي أي شعيرات دموية تظهر على الساقين بالنسبة للمريض. طبعا اللي يراجعونا أكثر هم عادة الحريم، لأن تعرفين بداية الدوالي يوم تلاحظ الحرمة على ريدها الدوالي ما تحب الشكل أولا، أي شكلها مزعج. صحيح، غير أن في بعض الأحيان في كثير من المرضى يكون في ألم، الألم يكون يعني على شكل فجل في الريد، تورم في الساقين، تورم في الكاحل تحت، دوالي ساعات تكون باردة جدا لدرجة أنها شكلا تخوف شوي، يعني تكون شوي أكبر من أنها شعيرات دموية. هاي عادة من المريضين بهاي الأعراض يدخل على العيادة. طبعا هاي المرضى عادة نشوف في العيادات الخارجية، يجوا لهم فحص الموجات الصوتية اللي هو السونار، مثل نفس اللي نسوي حق الحوامل مثلا، بس نسوي على الساقين الثنتين. نشخص درجة الدوالي، عندك درجة الدوالي من بسيطة إلى متقدمة. يعتمد السونار اللي نسويه يحط المريضة في أي درجة من الدرجات، بناء على ذلك تتحدد وسيلة العلاج. ممكن تكون شيء بسيط جدا انه يحتاج بس مجرد ابر، جلسات ابر عشان نخفي شكل الاورده، او انه يحتاج تدخل جراحي. الحين حاليا ما نسوي الجراحه، يعني نادرا ما ندر. كل العمليات تجرى بالتقنيات الحديثه جدا والبسيطه جدا. عندنا احدث التقنيات وصلنا اللي مثل الليزر، اذا نسمع فيه كلمه ببساطه يعني. وفي الوسيله الحديثه جدا، هاي ما صارها كمان سنه في البلاد، وإحنا من أوائل المراكز اللي استحدثناها، عبارة عن الصمغ، يعني يحقن الصمغ كأنه تسوي قسطرة، ولكن لا ألم ولا تخدير ولا شيء. المريض خلال ساعة زمن خلص الإجراء ويروح البيت مباشرة ويمارس حياته الطبيعية جدا خلال عدة أيام بسيطة جدا. نعم دكتورة، طبعاً نحن دكتورة طبعاً فخورين بالإنجاز وبالهذه الأعمال اللي تقومون بها، وخاصة أنك مثل ما ذكرتي دكتورة، أنت الدكتورة الوحيدة في هذا المجال. إحنا اليوم دكتورة نمر بجائحة أثرت على حياة الكثير وأثرت على نمط حياتنا جميعاً، فنحن بنعرف منك دكتورة اليوم، هل للعمل عن بعد أو للجلوس لفترات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة تأثير في مشكلة دوالي الساقين؟ أكيد نعم، أعتقد هاي من المشكلات اللي جداً صارت يعني من شكاوي المريضات، خلنا نقول أو المرضى بصورة عامة. تعرفون أن في هالفترة زادت الحالات اللي تعمل عن بعد. العمل عن بعد يمكن ما يعتبر راحة للمريضات اللي يراجعونا، بالعكس صار فيه تركيز أكثر على الجهاز الكمبيوتر مثلا، المعلمات، جميع الوظائف المكتبية يجلسون لفترة طويلة جدا. يعني أنا أختي من الناس اللي تجلس يعني في جامعة، فكل العمل عن بعد وتجلس من الصبح 2 ساعات الساعة 8 في الليل، ما تحسين بأمرك إلا أنت تقريبا 12 ساعة يا ساعة الكمبيوتر. الريل طبعا على تحت وضعية الجلوس، أو إن ساعات الواحد واقف، يعني حتى لو في البيت تعرفين حركة محدودة جدا، مش مثل ما تكون في إحنا صرح المستشفى في المدرسة الواحد يروح يرد، يعني في يعتبر حركة طبيعية كبيرة خلال النهار. هني انحصرت الحركة في البيت أو في الغرفة حتى،
ساعات استجاب العيال اللي يدرسون بعد عن بعد حتى لو ربة البيت. يعني وضع الجلوس هني أدى إلى شكاوي من مثلا فجل في الريل، ألام في الظهر، يعني غير موضوع الدوالي، تورم في الريلين، زيادة في الوزن، وهاي بعد أدت إلى أن مضاعفات الدوالي زادت. من ضمن الأشياء التي تزيد إجراءات يعني أعراض الدوالي هي زيادة الوزن. فتعرفين قلة الحركة أثرت سلبيا يمكن على الجميع. من هني أنا أحب أوجه يعني نصيحة للعاملات عن بعد أو العاملين عن بعد، إن بين فترة وفترة واحد يقوم يمشي شوي في البيت، مثلا يحرك لو حتى يارس. تعرفون تمارين الطيارة اللي إحنا كنا نسوي مثلا مشطرين نحركة فوق تحت شيء يمين يسار، هالأمور هاي تحرك الدورة الدموية عند الواحد بحيث إنه يستمر ضخ الدم من الأسفل إلى الأعلى باتجاه القلب، وبالتالي ما يكون في ركود في الدورة الدموية وما يصير في زيادة أو تفاقم في درجة الدوالي اللي عند الحريم أو المرضى بصورة عامة. ويا حبذا لو مثلا في هاي الساعات يلبس الواحد الجوارب الضاغطة، هي البلاغات أيوة الضاغطة اللي احنا نوصفها للمرضى، مفيدة بحيث انها نعم مفيدة جدا، هاي تمنع التورم، تشتغل كأنها مضخة بالطبط. فهي وجود الضغط اللي على الساق يضخ الدم باستمرار من الأسفل إلى الأعلى، وبالتالي نتجنب زيادة درجة الدوالي أو تفاقم الدوالي اللي عندنا. نعم دكتورة، طبعا هاي النصيحة اللي قدمتيها اليوم نصيحة قيمة، وأيضا حابين نعرف من دكتورة كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين وخاصة اللي يعانون من دوالي الساقين. نصيحتي إن الواحد يعيش healthy lifestyle، يعني اللي هو سلوك أو نمط الحياة الصحي. الأكل مثلا يكون صحي، نحاول إن احنا إذا ما قدرنا إن احنا مثلا نمشي أو نمارس الرياضة مثلاً نقول المشي على الجهاز في البيت مثلا، عشان نحاول نتجنب السيرة إلى الجيم أو المراكز التمارين بسبب الجائحة. الشيء الثاني إن عندنا الهاتف المجاني لهيئة الصحة، احنا موجودين للخدمة 24 ساعة. عندهم أي استفسار، أي شيء طارئ حس الإنسان فيه، تلون في الريل، زيادة مثلا حجم الساق، شيء مثلا مش طبيعي، ألم مفاجئ في الريل لا سمح الله، يكون جلطات في الساقين، على طول ما يتردد الإنسان في الاتصال بهيئة الصحة، الرقم المجاني لهيئة الصحة أو زيارة المراكز الطوارئ. لأن تعرفين العيادات حاليا مثلا إلى حد ما محدودة أو متوقفة نتيجة الحالة. دكتورة دينا دكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية مستشفى راشد، شكرا لوقتك الثمين ومعلوماتك جدا قيمة دكتورة، يعطيك ألف عافية. الشكر لكم ومشكورين، حياكم الله. كانت معنا الدكتورة دينا القدرة، يعني أنا جدا فخورة فيها، هي الطبيبة والعنصر النسائي الوحيد في فريقها، يعني ويعتبر هذا شيء جدا مميز. يعني دكتورة أي إنجاز للنساء مميز للنساء أيضا، يعني أيضاً. يعني المجهود اللي بذلته الدكتورة عشان توصل لهذا المكان مجهود لا يستهان به أبدا. أمنا جدا فخورين بكوادرنا الطبية النسائية جدا، يعني يمكن يعني عنصريين احنا اليوم أنا ما أدري يعني، بس جدا فخورين بكل إنجاز نسائي. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع فوائد الشاي الأخضر. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام الآتية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مصطلحنا الطبي اليوم يقول انقطاع، يعني بنشرح لكم شوي شو نقصد بانقطاع النفس أثناء النوم. هو اضطراب جدا خطير يحدث أثناء نومك، إذ يؤدي إلى انقطاع نفسك بشكل متكرر ويبدأ أثناء النوم. ورغم وجود عدة أنواع من انقطاع النفس النومي، فإن أكثرها شيوعا هو انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهذا النوع يصير لما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتغلق مجرى الهواء أثناء النوم،
ويعتبر الشخير إحدى العلامات الملحوظة على هذا الانقطاع. طبعا في عدة علاجات لانقطاع النفس الانسدادي النومي، من ضمنها في جهاز يستعملونه يحافظ على الضغط الموجب عشان يخلي مجرى الهواء عندك منفتح، أو في قطعة فم تقدر ترتديها تخلي الفك السفلي يدفع للأمام، وبهاي الطريقة يمنع انسداد مجرى الهواء عندك. وفي بعض الأحيان الحالات الشديدة جدا في يكون تدخل جراحي. طبعا هذا الانقطاع النفس يعني يعتبر جدا خطير مستمعين الأعزاء، وإذا كنتوا شاكين أن أنتوا تعانون من هذا الشيء ننصحكم بالتوجه إلى أقرب طبيب مختص عشان يشخص حالتكم وينصحكم بالعلاج المناسب لذلك. نعم، وطبعا دكتورة بعد ما انتهينا من مصطلحنا الطبي لليوم بننتقل لفقرة التغذية، واليوم الحمد لله ما التغذية ما بيتكلمون عن طعام الشتاء ومشروبات سحلب. الشتاء تذكرين السحلب طبعا مونسة دكتورة. فاليوم معنا الأستاذة عاشر رميثي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن فوائد الشاي الأخضر وأضرار الإفراط به. صباح الخير أستاذة عاشر. صباح النور، يا هلا اهلا فيك برنامج صحة وسعادة. طبعا احنا دائما نسعد فقرة التغذية يعني تيوعونا على الساعة 10:30 خلاص نستعد. اليوم عاد الحديث عن الشاي الأخضر وأضرار الإفراط فيه. صراحة الدكتورة يعني التوبك هذا يعني أو الموضوع هذا شيق وحابين نسمع منك أكثر إن شاء الله. طبعا المتعارف عليه ان الشاي الاخضر يعتبر من المشروبات الساخنه اللي يستهلكونها الناس بشكل كبير جدا. طبعا يستهلكونها لانهم يسمعون العديد من الفوائد منها، ولان بعد انه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده. طبعا اذا هنا بنتكلم عن فوائده، من اهم فوائده واللي هو الناس اصلا يشربون الشاي الاخضر عشان اللي هو فقدان الوزن. فإذا بنتكلم عن فقدان الوزن، هل فعلا الشاي الأخضر يساعد؟ ممكن أنه يساعد في زيادة معدل الحرق في الجسم، بالتالي يساعد في نقصان الوزن. ليش؟ مع الرياضة ومع الحركة، إذا شربنا شاي أخضر ممكن يزيد معدل الحرق في الجسم وينزل أوزاننا. أما الفائدة الثانية اللي بعد متعارف عليها أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفع في الدم، وبسبب أن الشاي الأخضر يحتوي على الأوميغا 3 كمية كبيرة. وأيضا الشاي الأخضر في معظم الناس يستخدمونه عشان مثلا خصوصا في الدول اللي هي الآسيوية يستخدمونه عشان الطاقة أو يزيد معدل الإنتاج عندهم في اليوم. ليش؟ لأنه يعتبر غني بالمغنيسيوم والزنك والكروم، فهذا الشيء يساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم ويزيد الطاقة عندهم. وبعد الجدير بالذكر أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة قليلة من الكافيين، فهالشيء بعد يساعد على التقليل من التعب ويزيد مستوى النشاط في الجسم، لأنه معروف أن كل ما زاد الكافيين في الجسم كل ما زاد التعب. أما بالنسبة للفائدة الرابعة واللي هو حاليا نحن نحتاجها، اللي هو الشاي الأخضر يساعد على تقوية جهاز المناعة. ليش؟ لأنه يحتوي على مضادات أكسدة بكمية كبيرة. فهالشيء يساعد على تقوية المناعة ويعزز وظيفة الجهاز المناعي في الجسم. نعم طبعا أستاذة عاشي، عقب ما عرفنا فوائد الشاي الأخضر حابين نعرف منك على السريع أضرار الإفراط في تناول الشاي. طبعا كل شيء مثل ما له فوائد أكيد له أضرار، ممكن تحدثينا في هالجانب إن شاء الله. بالنسبة لأضرار الشاي الأخضر، هو يعتبر بشكل عام آمن إذا استهلكناه بالحد الطبيعي اللي هو نحن ما نتجاوز 4 أكواب في اليوم. بس في ناس ممكن يفرطون في استهلاكه، ممكن يشربون من 6 إلى 10 أكواب في اليوم. هالشيء ممكن يسبب اضطراب في المعدة، امساك، ممكن في بعض الحالات ممكن يسوي لهم صداع، مشاكل في النوم لأن تزيد عندهم نسبة الكافيين في الجسم، وفي معظمهم ممكن يكون في تقيؤ وإسهال. فبس عندي نقطة أو ملاحظة أن متى الوقت المناسب أن يشربون فيه الشاي الأخضر، يفضل أن الشاي الأخضر ما يشرب على مادة فاضية، يفضل أن يشرب من بين الوجبات، ويتجنبون يشربونه قبل النوم لأنه ممكن يسبب لهم أرق. يعني بالضبط أنا ممكن تبي أنوه على هاي النقطة، بما أنه يحتوي على الكافيين فمعناته يمكن يسبب لهم أرق إذا أخذوا وقت الليل. يعني والله دكتورة ناخذه بعد العشاء إحنا ما ينفع، يعني أنا أقول لك لا، الأستاذة عاشر أقول لك لا بعد ما
والصراحة معلومات أستاذة عاشة اليوم جدا قيمة، وبننقل هاي المعلومات للأهل والأصدقاء طبعا وللمستمعين اللي استمعوا لنا اليوم. شكرا لتواجدك معنا أستاذة عاشة رميثي، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. العفو، شكرا. طبعا أمن الناس يعني مستغلين سالفة الشاي الأخضر، يعني هو مثل ترى ليش بعد العشاء ينزل الشاي الأخضر عيال إذا هو يسبب الأرق؟ في كافيين آمنة، فتحسين إنه يعني أي شيء في كافيين بيسبب لك اضطرابات في النوم، وخصوصا إذا أنت كنت تعانين من الأرق. وبعدين الشاي الأخضر مش هو اللي بديل، يعني بعد ما تسوون جريمتكم يعني من الأكل تأخذون هذا الشاي الأخضر وتكفرون عن ذنوبكم اللي ارتكبتوها، يعني الشاي الأخضر بريء من الجرائم. الأستاذ هاشم في النهاية هو بالفعل يزيد معدل الحرق، وبالفعل أنه يحتوي على العديد من العناصر المفيدة وهو يزيد المناعة، ولكن بعد هو مش مشروب سحري آمنة. في النهاية فقدان الوزن أو كسب الوزن يعتمد على عدة معايير، الشاي الأخضر عامل مساعد له فقط. نعم. ومن الشاي الأخضر راح ننتقل إلى كيفية التعامل مع مرضى كبار السن. وطبعا دكتورة ننتظر لنا الدكتور إن شاء الله يكون جاهز معانا الحديث في موضوع كبار السن. ما ننسى دكتورة نذكر المتعاملين برحلة الحصول على لقاح كوفيد-19. في الفاصل تتحدثين عن تجربتك، أنت خبرينا كيف قدرتي تاخذين موعد. صراحة دكتورة الوالد كان يبغى ياخذ موعد حق اللقاح بعد ما أنه فكر وقال وقرر أنه ياخذ محد بتأثير يعني أي أحد منه. طبعا هالشيء دايما نقوله دكتورة، كل إنسان اللقاح غير إجباري واللقاح مجاني، وعلى الإنسان هو اللي يشوفه أنه يعني ياخذ بأوامر القيادات العليا. ونحن مثل ما نشوف دكتورة اللقاح مثل ما قلنا هو سبيلنا للعودة للحياة الآمنة. وطبعا هو بإرادة اتصل فيني وقال لي بحكم عملي في هيئة الصحة في دبي، قال لي أنا بأخذ اللقاح، كيف أخذ اللقاح؟ قلت له أبوي عندك التطبيق؟ قال لي هي عندي التطبيق. صح، إذن قلت له ما عليه، إذا أنت تحس أن تستصعب استخدام التطبيق مع أنه جدا سهل، بس أحيانا دكتورة يمكن حق النظر حق التليفون. فالرحلة جدا سهلة دكتورة، 800-342 اتصلت بالرقم والوالد موجود معاي، جاوبنا على الأسئلة. أول ما خلصنا الأجوبة هاي على الأسئلة على طول حولونا على الكول سنتر، عطانا الموعد. والحمد لله أبوي خذ الجرعة الأولى من اللقاح بكل سلاسة في المركز القريب من منطقته السكنية. جميل جدا. كانت عنده أي أعراض أو أي شيء؟ لا الحمد لله دكتورة، الحمد لله. معنا أبوي يعني يعتبر من كبار المواطنين وخذ اللقاح وكان الحمد لله بصحة جيدة. يعني كنت معاه طبعا في هالفترة، هو كان خذاه يمكن يوم الخميس، فكنت معاه في إجازة الأسبوع والحمد لله أموره طيبة. يعني مستمعينا الأعزاء، تجربة أخذكم لموعد وتجربة أخذكم للقاح تعتبر يعني بشكل عام بسيطة وسهلة. نعم، مجرد أسئلة بسيطة دكتورة. الحمد لله، الحمد لله أنه الوالد خذ جرعته الأولى إن شاء الله. الحمد يعني لله. عطينا أبديت لما يأخذ جرعته الثانية بعد إن شاء الله. ومن تجربة آمنة في أخذهم أوعد للقاح بيكون معانا اليوم الأستاذ مجدي خلف فرجاني، مساعد تمريض في هيئة الصحة في دبي، راح يحدثنا اليوم عن كيفية التعامل مع مرضى كبار السن، خصوصا أن هاي الفئة تحتاج يعني اهتمام ورعاية خاصة. صباح الخير أستاذ مجدي. يا صباح الخير، يا أهلا وسهلا أستاذ مجدي. لو تحدثنا شوي عن كيفية التعامل مع مرضى كبار السن وخصوصا اللي يكونون طريحي الفراش. نعم، احنا لو حكينا، السلام عليكم ورحمة الله. احنا لو حكينا على كبار السن لازم نعرف كبير السن اللي هو يحتاج رعاية. لو علينا نقسمهم في كبير السن يحتاج رعاية خاصة اللي هو طريح الفراش، وفي كبير السن العادي. نعم تفضلي. لا تفضل تفضل، اسمعك استاذ مجدي. نعم نعم نعم. كبير السن طريح الفراش هو اصلا بيحتاج رعاية خاصة. بمعنى بيكون كبير السن على طول ملقي على السرير، الحركة بتاعته بتكون قليلة جدا، ما بيتحركش. المشكلة اللي بتحصل انه بيكون في ضغوط على اماكن معينة،
أساسا كبير السن بيكون الطبقة الخارجية الأدبة اللي هي الجلد بتكون قليلة جدا، بتكون رقيقة، الدورة الدموية بتكون ضعيفة كتير عنده. فإيه اللي بيحصل أحيانا؟ الأهل بيكونوا في البيت مش مدركين إن النوم مستلقي على وضعية واحدة، الدورة الدموية بتكون ضعيفة جدا، فبيحصل حاجة اسمها تقرحات سريرية. التقرحات السريرية دي بتؤدي المنطقة دي عدم تروية من الدم بطريقة طبيعية، فبيحصل تقرحات، والأهل عادة ما بيكونوش واخدين بالهم من النقطة دي إلا لما تتفاقم، وإذا تفاقمت بتوصل لدرجات معينة وتوصل إلى العظم، وبيبقى صعب علاجها، حتى أحيانا تؤدي إلى الوفاة. نعم، وطبعا أستاذ مجدي مثل ما ذكرنا بحكم خبرتك الطويلة مع كبار المواطنين أو المقيمين بشكل عام، حبينا أستاذ مجدي تحدثنا أكثر عن مثل ما قلت الحين إذا عندنا كبير السن وطريح الفراش، لازم أول شيء نتأكد من حركته الدائمة ونتأكد من عدم إصابته دكتورة مثل ما ذكر الأستاذ مجدي بالتقرحات. فالحين ننتقل إلى كيف التعامل مع كبير السن بشكل عام، نصائح عامة تقدمها للتعامل بحكم خبرتك الطويلة. طيب حضرتك مبدئيا عشان نخلص من النقطة بتاع طريح الفراش عشان ما نتجاهلش كيف نتفادى موضوع التقرحات السرية، كبير السن عادة المفروض أول شيء نوفر له مرتبة معينة هوائية وهي موجودة في السوق، مهمة جدا وموجودة في السوق. المرتبة الهوائية دي بنتفادى فيها موضوع التقرحات السريرية. في نفس الوقت لازم يكون دائما جسده جاف، وفي نفس الوقت لازم نغير وضعيته يمينا ويسارا كل ساعتين أو ثلاث ساعات بالكثير. أيوة. كده نتفادى التقرحات السريرية. سؤال حضرتك الثاني كان يعني نحرص ان احنا ما نخليه ينام في وضعية معينة، اذا هو ينام اليوم على اليسار مثلا عقبه نخليه ينام على اليمين وبعدين على ظهره وكذي، يعني نحاول نغير من وضعياته، ما نخليه دائما في وضعية واحدة عشان نتجنب اصابته بالتقرحات هذه، الى جانب شرائنا لمرتبة معينة تكون خاصة للناس اللي يكونون طريحي الفراش وينامون على ظهرهم لفترة طويلة. في أنواع معينة موجودة في السوق يقدرون هم بعد يستشيرون اللي مشرفين على حالته ويقدرون ينصحونهم بهاي الأشياء. صحيح أستاذ مجدي؟ يعني بالضبط. تمام. ننتقل الحين للتعامل مع كبار السن بشكل عام أستاذ مجدي، بغض النظر سواء كانوا طريحي الفراش أو لم يكونوا طريحي الفراش، بشكل عام كيف احنا نقدر نتعامل مع كبار السن في المنازل؟ نعم حضرتك، في مقولة احنا دايما بنقولها انه كبير السن لما بيكبر بيبقى مثل الطفل، مظبوط حضرتك؟ بالضبط. يرجعون للطفولة. يرجعون اطفال. ولكن هذه المقولة غير صحيحة بالكامل. الطفل لو احنا لو مثلا زعلنا بطريقة معينة وديته وطن شوكولاتة بيروق وخلاص بينسى الموضوع، تمام؟ كبير السن بيكون عنده خبرات كثيرة. معني أنا ما أنصح نعطي الأطفال شوكولاتة إذا زعلوا أستاذ مجدي، أنا خالفك الرأي في هذه، ما يصير إحنا نرشيهم دائما بالشوكولات ونربط الزعل بالهدية، بالنسبة لنا هذا يعني شيء في التربية، يعني أخالفك الرأي فيها. أكيد. نعم. أنا بس عاوز أوصل لحضرتك كبير السن عنده خبرات متراكمة ومدرك جدا اللي حوله. بالطبع. فهو ليه حقوق كتير في البيت كبير السن. طبعا. منها شيء أكيد. نعم. أولا إحنا نتجاهله. وليه حقوق إن أنا ما أحسسهوش إن هو وصل للسن اللي هو إن إحنا مش محتاجينه فيه. هو دائما كبير السن بيلاحظ وبينظر وبيشوف، ولكن ما بيتكلمش، ولكن هو فاهم كل شيء. عشان كده احنا مش عايزين نوصل كبير السن اللي يوصل لدرجة الاكتئاب. ايوه صحيح. كبير السن نعم تفضلي. صحيح، ما نبي نوصلهم لمرحلة الاكتئاب، انا اتفق معك. نعم نعم حضرتك. فعشان ما يوصلش لمرحلة الاكتئاب لازم ندمجه مع الاسرة. وعايز اقول لحضرتك نقطة مهمة جدا،
اللي حضرتك أو 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 الشخص الفرد من العضو في العائلة اللي هيتصرف مع كبير السن في البيت بكرة لما يكبر نفس الشيء اللي هيعمله الشخص لكبير السن هيعمله الشخص. يعني لو أنا علمت ابني يعني على الأقل أخذ ابني أعود يروح ليده ويأكله أو يقعد معاه حتى ينام معاه دايما نهتف عليه بالذات الصغير لما يكبر الصغير ده هيكون فاهم ان الواجب عليه انه هو يعمل الشيء ده لوالدته بعد كده. ده شيء كبير السن دايما شيء من الاشياء بيحبها بيكون الاطفال بعد كده امتداد ليه فبتلاقيه يحب الطفل. حتى عندنا مثل بيقول ابن الولد اعز من الولد. نعم دايما ما بغلى من الولد الا ولد الولد. بالضبط. فعشان كده ده شيء من الاشياء ودايما كبير السن بيوصل لدرجه الاكتئاب او بيوصل لدرجه ان هو بيقولوا عليها ايه خلاص يهمل نفسه. نعم الاكل الشهيه بتاعته بتقل جدا يهمل في نظافته الشخصيه. الاشياء دي كلها ممكن تحصل لازم نلاحظ المواضيع دي كلها لكبير السن. نعم طبعا أستاذ مجدي الحديث حول كبار السن وصحتهم الصحية والنفسية يعني الحديث في هذا الموضوع يطول وطبعا نحن شاكرين لك أستاذ مجدي خلف فرجاني مساعد تمريض بهيئة الصحة بدبي هذه المعلومات القيمة وإن شاء الله نستكمل الحديث حول كبار السن في حلقات قادمة بإذن الله. يعطيك ألف عافية أستاذ مجدي. شكرا. كان معنا الأستاذ مجدي خلف فرجاني تحدث عن كبار السن وبالأخص اللي يكونون طريحي الفراش وكيف احنا نهتم ونتعامل معاهم. كانت هذه حلقتنا لليوم. أمنا أتمنى أن قدرنا نفيد المستمعين ولو بالقليل. نرجع نذكرهم أنه ما زال بإمكانهم الحصول على لقاح فايزر بايونتك التابع لهيئة الصحة في دبي عن طريق يا أما هم يدخلون تطبيق هيئة الصحة أو أنهم يتصلون على رقمنا 1-800-342 للحصول على موعد لأن بدون موعد ما راح تقدرون تحصلون على اللقاح. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، كل الشكر اليوم عندي مخرجين الثالث ما أدري بوين، أي كل الشكر لسعيد المرة طبعا، كل الشكر لنمر، كل الشكر لك أنت آمنة. شكرا يعني أنا وايد أستانس يوم تكونين معاي في التقديم. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.